طيب الصحفي المغربي بقى الأستاذ حسن البصري بيوجه رسالة للأهلي من أرض البطولة، من أرض النهائي، نشوفه رأيه إيه. وجود لاعب اسمه بدر بانون في صفوف فريق الأهلي المصري سيجعل المغاربة والرجويين على الخصوص يجعلهم داعمين، يحولهم إلى داعمين، إلى مساندين، إلى مؤازرين لفريق الأهلي المصري. وفريق الأهلي المصري فريق ذو مرجعية تاريخية كبيرة. يكفي أن نقول أن نعرف بأن رئيسه، رئيس مجلس إدارته، هو محمود الخطيب، الأسطورة كرة القدم الإفريقية والعربية. حظ موفق للأهلي المصري، ونضرب لكم موعدا معنا في كأس السوبر إن شاء الله. حتى أقف عند آخر جملة، يعني أعتقد أن الرجاوية عايزين الأهلي يكسب. ليه؟ غير المشاعر الأخوية اللي بيننا وبينهم يعني، لكن برضه يقول لك أنا لما لاعب الأهلي في السوبر ويعني يتمنى أن يفوز عليه، يبقى كده خد المجد من أطرافه وما قدرش يلعب البطولة يعني ماتش السوبر. ماتش السوبر يعوضه عن حاجات كتير جدا. طيب بيتسو موسيماني تعرض في فترات سابقة لو تفتكروا لانتقادات كتيرة في الصحافة، وناس كتيرة حاولت تقلل من أهمية قرار التعاقد معاه وجدوى وجوده وتجربته، مع أنه بيتسو موسيماني مشروع، مشروع كرة القدم الأهلوية، مش مجرد مدرب هيدرب الفرقة بطولة وهيمشي، لا، لجنة التخطيط والكابتن محمود الخطيب لما تعاقدوا معاه كان النظر على بناء مشروع لكرة القدم للنادي الأهلي، تجربة جديدة كبيرة بتتبني، العناصر بتاعتها كلعيبة لما خبراتهم بتزيد وبتثقل القماشة بتتقل، فبالتالي هتلاقوا النتائج في كل مباراة وكل بطولة وكل دور أحسن من اللي قبلها. ولو رجعنا لتجربة مانويل جوزيه مع نجوم الجيل الذهبي هنلاقيها بدأت كده شوية بشوية، التجارب بتثقل اللعيبة أكتر واللعيبة خبراتها بتزيد. لكن يبقى رأي الأستاذ حسن مستكاوي في بيتسو موسيماني على وجه التحديد مهم. هل تصنف موسيماني مديرا فنيا موفقا ولا مديرا فنيا متميزا وبالتالي التوفيق ده جاي معاه؟ طيب هقول لك بقى، موسيماني معلم، معلم رأيي ماشي، وبقول كده قبل نهائي أفريقيا. والله لا يقدر لو خسر نهائي أفريقيا، أنا رأيي ما بتش هتغير. ماشي، لأن أنا ببني الرأي ده بناء على تجارب أنا شفتها. وبعدين موسيماني بقى بيعرف يتعامل مع الجيم المقفول. الجيم المقفول عنده مرونه، عنده مرونه تكتيكيه يا استاذ. طبعا بقى يغير ويبدل ويلعب على حسب الخصم بتاعه. عجبني جدا جدا لما لعب اربعه رامي ربيعه، وبعدين راح مغير مع الترجي اربعه فتحي. ايوه، فهذا التفكير وهذا التنوع وهذا الاختيار انا بشوف انه عشان كده بقول معلم. ان لكن في النهايه انا ما اقدرش اضيع تقييمي لمدرب على مدى اختبارات كتيره. ممكن يغلط في المباراه النهائيه بس كمشروع ما استغناش عنه. حكى سؤال كده. طبعا طبعا، انا يعني مهتم جدا بكلام الكابتن حسن لانه لمس زاويه مهمه جدا. ساقيم موسيماني مش على ضوء النتيجة القادمة. أيوه. على ما سبق أن قدمه، ورأيي فيه مش هيتغير حتى لو لا قدر الله لم تتحقق النتيجة اللي احنا عايزينها. وبدأ في تقييمه على تشكيلاته، على خططه اللي بيحطها، على تغييراته، وهذا هو التقييم الموضوعي لأي نجاح. هكذا ينبغي أن يقيم الأهلي ومدربيه وإدارته على ما سبق من مشوار، مش على ما هو آت فقط يعني.